الخيمة العجيبة. قدراتي البلبلية تخبرني أن البطاقة التي معك تحمل صورة تفاحة. كنت أعني موزة. أشكركم أشكركم. أنت قلت تفاحة، لم تقولي موزة. ونتابع هذا العرض. هل هو حلم سعيد يا فكري؟ لا لا، لست نائما. والآن مسك الختام. أتمنى أن تقدم لنا بعض الطعام، أنا جائع للغاية. وأنا أيضا يا رومبا. ماذا قلت عن الأحاديث الجانبية؟ عذراً يا بلبلة. حسناً، مسك ختام عرض بلبلة المبهر هو خدعة الإخفاء، لهذا أنا أحتاج للمتطوع. صفقوا بقوة للشجاع رومبا. ها؟ شكراً لكم. الآن أدخل غرفة الاختفاء السحرية. هذه خيمة كرز، أعطها لبلبلة. فعلت هذا؟ هذا لطيف، معك حق. أنا أرجو ألا يندم. هل دخلت إلى الخيمة؟ حسناً. سأردد كلماتي البلبلية السحرية. شالملام. لا، ليست هذه. وكي وكي وكي. لا لا لا. يا لبو. ولا هذه. ها، أيمكن أن تسرعي؟ أنا جائع جدا. ركزي. لا. تضيعين وقتنا، لن تستطيع إخفاء رومبا. سأذهب لألعب. خذني معك. ربما عليك تذكر الكلمات المناسبة أولا يا بلبلة. هيا اخرج الآن يا رومبا. انتظروا. تذكرت الآن. نعم، إنها الكلمك زعك الزوم. فلنرى. مرحبا لقد اختفى. اختفى؟ أعني اختفى. واو. لا بأس. كيف فعلت هذا يا بلبلة؟ بالسحر. لكني لا أريد أن يرحل رومبا. يا لين، إنها مجرد لعبة. تعرف بلبلة كيف تعيد رومبا، صح يا بلبلة؟ بلبلة؟ بينكي وينكي دودا؟ لا. لم يظهر. هذا سيأخذ أياما. نادوني حين يظهر رومبا، سأكون في الملعب. مسكين يا رومبا. لا تقلقي يا لين، سنعيده إلينا. رومبا رومبا. باب خلفي. هاي. يمكنني رؤية منزلي من هنا. أين سيذهب رومبا إذا فتح هذا الباب؟ ورأى المنزل من هنا. لقد عرفت. إيكي واكي واكابيو. شوم بروم بروم بو. جرب الكلمة الأولى. رومبا. رومبا. روزي.
كنت أعرف أنك ستكون هنا. أنا آسف لأنني تركت العرض، كنت جائعاً جداً وكانت بلبلة بطيئة جداً. حسناً، لا بأس يا رومبا، لكن الأصدقاء قلقون عليك. يظنون أن بلبلة أخفتك بالفعل. معقول؟ لذا علينا العودة وإخبارهم أنك بخير. لكن إذا عدنا بهذه الطريقة ستعرف بلبلة أنها لم تكن بإخفائي وأنها لا تملك قدرات عجيبة كما تظن. أنت محق. أنا لدي فكرة سترضي كل الأطراف. وقت عرض روزي ورومبا العجيب. أعلى كلام كذا كذا كذي. أعلى كلام كذا غغلا زبري. دعا رومبا للأبد. نحن لم نتمكن حتى من توديعه. أها، أعلى كلام كذا غاتشي. هذا غريب، لقد اختفت روزي الآن. ماذا؟ روزي ورومبا معا. هيا يا بلبلة، أنت بارعة، كيف فعلت هذا؟ لا أعرف. جاهز يا رومبا؟ جاهز. يجب أن ينجح هذا. صارت قدراتك البلبلية خارقة يا بلبلة. خارقة جدا. إنهما في مكان ما، الدماء لا تتبخر أبدا. انظرا، يبدو أنها سلة طعام. واو، ما كل هذا الطعام؟ مهلا، رسالة، إنها لك يا بلبلة. ماذا؟ إذا أردت رؤيتنا اليوم قولي على كلامك زغزازو. لقد عدنا. كيف هذا؟ سحر بلبلة البلابل. أعرف لعبة مشابهة يمكن للجميع الاشتراك. هوهو، لعبة إخفاء الطعام. يم يم. روزي. نعم يا رومبا. أخبريني كيف عرفت مكاني؟ استعملت حيلة سحرية؟ استخدمت كأي محقق ناجح 3 أشياء: عيني لأرى الأدلة جيدا، والثاني عقلي لأفكر في الأدلة التي رأيتها. صحيح. انتظري، هذان شيئان فقط، ما هو الثالث؟ كنت جائعا يا رومبا، أعرف أين تذهب حين تجوع. نعم، ومن لا يعرف.